السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني، اهلا بيكو. النهاردة ان شاء الله هنعمل السمك المكريل، هنحشيه وهنعمله في الفرن. النهاردة هنعمله في الفرن ان شاء الله، مش مشوي ولا مقلي. معايا سلطة، معايا رز صيادية، معايا السمك المكريل. زي ما انت شايفة هعمل الاول رز الصيادية. في الاول هقطع بصلاية، بقطعها بايدي، مش هعملها بمبشرة ولا اي حاجة، بايدي كده عادي هقطعها عادي، واحط لها شوية زيت ونشوف هنعمل ايه. خليكم معايا وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو ده. قطعه بقى رفيع زي ما انت شايفة كده بايدي خالص، يعني مش ولا كبة محتاجة كبة ولا مبشرة. تنسوش بقى اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. معايا النهاردة سمك المكريل ورز الصيادية. قطعت البصلية زي ما انت شايفة كده، هولع البوتاجاز واحط الزيت. طبعا ايه، هو سهل بس المبتدئين ممكن ما يكونوش بيعرفوا يعملوا. البصلة بحمرها، بشوحها بس كده تبقى لونها احمر، لان رز الصيادية بيحتاج ان هو يتحمر شوية مش يبقى ابيض، عشان يدينا لون مع الرز ويديك اللون الغامق الحلو ده. ممكن تحطي معلقه سكر معاها تكرمل معاها برضو، بتدي لون حلو جدا. انا حطيت الملح مع البصل اهو، نازله بالرز بعد ما غسلته. غسلت الرز كويس قوي، اغسليه مره واتنين لغايه ما ينزل النشا اللي فيه. نزلت بالرز على البصل والملح معاه عشان يدي لون موحد للبصلايه. هقلب البصل مع الرز مع البصل زي ما انت شايفه كده، هقلبه كويس قوي لغايه ما يتشمع الرز معايا ويبقى ايه، مش لونه ابيض قوي، يبقى ايه تتشمع، فما ياخدش معايا معلقه ملح بقى الاولانيه سنه صغيره علشان البصل يبقى لون واحد. المعلقه التانية دي عشان الرز بقى ايه، ده الحقيقه رز، ودي معلقه كمون. احط معلقه ملح ومعلقه كمون. اقلب بقى الرز زي ما انت شايفة كده، اشوحه خالص. ممكن لو هتسويه في ساعتها بتحط المية بتاعته، مش هتسويه في ساعتها ممكن يبقى متحمر كده ومتشال عادي، مش بيجراله اي حاجة ولا يبوش ولا حاجة، لان هو كله اتغلف بالزيت زي ما انت شايفة. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقلب بقى الرز كده، وأنا بقلبه كده زي ما أنت شايفة، حطيت العقد بقى مية مغلية عشان أنا هسويه في ساعتها. لو مش هتسويه ممكن تركنيه وقت ما هتيجي تسويه تلاقيه جاهز زي ما أنت شايفة كده. حطيت المية بتاعته أهو لغاية ما يغطش الرز، بتغطش الرز وبعديه سنة صغيرة بس كده، وهي هتدي له غلوه وتوطي بقى عليه بس كده. الرز اتعمل، نبدا بقى السمك. هنضف معاكي السمك عشان ايه تعرفي بيتنضف ازاي، وتعمليه في البيت ممكن تبقي شايلاه وتروحي مطلعاه وعاملاه انت ايه في البيت، ولا تحتاجي توديه عند الراجل ولا حاجه. معايا توم، معايا فلفلايه رومي وفلفلتين حاميين، معايا بقدونس وكزبره خضراء، معايا طماطم وجزر وفلفل وبصل وتوم. دول اللي ايه اللي هقطعهم احط هحشي بيهم السمك، هحشي السمك وهحط في الارضيه كمان عشان السمك بتاعي ما يلزقش في الارضيه. بقطع بقى الزعانف بتاعته زي ما انت شايفه كده، بنضف معاكم واحده عشان اوريكي بيتنضف ازاي. بتشيل الزعانف اللي في الجناب وكله بالمقص زي ما انت شايفه، وهنقطع الراس بتاعته لان هي كلها زفاره، وانت اللي هتاكليها ولا حاجه، فهنحطها ليه بقى. بنقطع الراس زي ما انت شايفه كده، وبفتحه من عند بطنه كده زي ما انت شايفه، افضي بقى بطنه كلها. معلش الحته دي مش شكلها مش حلو قوي، بس ايه لازم اوريكي بتنضفيه ازاي. تيجي عند السلسله كده وكحتي الدم اللي فيها، لازم الدم اللي فيها ده يطلع، وتغسليه كويس قوي 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 عشان كله زفاره. بغسله بقى وبنضفه، بنقعه في ميه وخل وليمون، قصدي ميه وملح وليمون، ما بحطش خل نهائي، الخل بيهري اي حاجه، فبنحط ليمون بدل الخل. بحط ليمون وملح بس، ومعلقه طحينه لو حبيتي، في ناس بتحبها وفي ناس لا.
معايا بصل وطماطم وفلفل وجزر وخضره بقدونس وكزبره، ومعايا الثوم بالفلفل، وعصرت عليه ليمون برضو، مش هحط خل نهائي. الثوم والفلفل والملح والكمون انا ضربته في الايه في الكبه زي ما انت شايفه، وحطيت عليه ليمون بس كده، مش اكتر من كده. تمام تمام معايا، فتحته عشان هحط في الجناب برضو عشان السمكية من جوه يبقى قلبها متحيق وجميل كده. بحط فيها الخلطة بتاعتي وبحط في قلب السمكية، بص بيضة وزي الفل ازاي. لازم تنضفيه كويس قوي وتعصري مع المية ملح وليمون علشان يمنع الزفارة. بتحيق السمكية من قلبها ومن بره ومن جوه وفي الفتحات اللي انا فتحتها. احلى سمك مكاريلا هتاكليه ان شاء الله، ولا تشوي بره ولا حاجة. ممكن تتبليه كده من بالليل والصبح تدخليه الفرن لو عندك شغل ولا حاجة، يعني يبقى جاهز معاكي. ممكن معايا التوابل اللي انا خدت منها، ملح وكزبرة وكمون، ملح وكزبرة وكمون، بحطها بقى ايه شوية على الخلطة عشان برضو احيقها. حاجة بسيطة يعني، رشتين ثلاثة كده، مش كتير، تحطيش كتير يعني، رشتين ثلاثة بس كده. جزر وطماطم وفلفل وبصل وخضرة وعصرت عليهم ليمونه برضو، هحط نصهم في الارضيه ونصهم هحشي بيه السمك. دي صينيه سمك المكاريلي، جميله جدا في الفرن وحلوه جدا وخفيفه جدا على المعده. بصي بتحشيه قلبه كده زي ما انت شايفه، وهو ترصيه على فوق الخضار اللي انا حطيته. طريقه سهله وجميله وبسيطه. بصي ومش هنحط زيت غير على الوش، يعني معلقه زيت على كل سمكيه كده، معلقه صغيره عشان بس تتحمر من فوق خالص. واللي هيفيد معايا برضو هحطه جنب السمك كده، مش هرميه، كله يتحط في الارضيه. السمك زي ما انت شايفه زي الفل. هحط معلقه زيت، يعني نقطتين كده زيت على الوش كده، مش هحط زيت كتير عشان ما يبقاش تقيل معايا وكمان يبقى دسم. دخلته الفرن وزي ما انت شايفه طلع اهو زي الفل، ومتحمر وجميل ومشوي في الفرن زي يعني احلى من بتاع بره، احلى من الجاهز مليون مره. على الاقل انت غسلت الخضار بتاعه كويس قوي ونضفتي السمك كويس قوي، مفيش زفاره. بعد ما تاكلي شمي ايدك هتلاقي مفيش ريحه الزفاره في ايدك. لما بتجيبيه من بره بعد ما تاكلي تغسلي ايدك 10 مرات بيبقى فيه ريحه زفاره. شايفة جميل ازاي؟ طعمه جميل وخفيف وحلو زي الفل، والخضار بتاعه تاكليه وانت مش قرفانة ولا حاجة، مغسولة على ايدك وزي الفل. بص السمك شكله يفتح النفس وجميل جدا. الرز زي ما انت شايفه مفلفل، الرز الصياديه مفلفل وزي الفل. السلطه بتاعتي بس انا ما بحطش طماطم ليا كتير. ادي السمك بعد ما طلع زي الفل، هتاكلي بالف هنا والشفا، نضيف في البيت وجميل. بس هي الصوره ما كانتش حلوه قوي، لكن هو والله تحفه جدا 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 بالف.